محمود الجول نفسه ناصر منسي الجول كان حلو يعني في تحركات حلوه جدا من ناصر. لقطه حلوه لناصر منسي. ناصر منسي اللي كان عليه هجوم كبير جدا من نادي الزمالك عمل النهارده تحرك نموذجي وكانه كابتن جمال عبد الحميد. يعني انا شفت طبعا لا الجون طبعا يحسب بتشبه بجمال عبد الحميد. لا اصل التحرك اللي عمله هتيجي تتفرج عليه. لا ناصر منسي عمل كل حاجه صح في الكوره. شفت كل كام من كريم عصام ابو علي ازاي بيتحرك في ظهر المهاجم ويقطع؟ ناصر منسي عمل كده بالظبط. ويمكن عشان شيكابالا قال لك انا قاعد في اوضه كريستيانو رونالدو وفي نفس الفوت هنا نفس الكوره. اول ما النادي الزمالك هياخدوا الكوره نكمل الحالات فهتيجي هنا طبعا الخطا الكبير جدا اللي كان موجود من يحيى عطيه الله وهو نسخه طبق الاصل من خطا محمد الشيبي في مباراه النادي الاهلي وبيراميدز. عاوز اوريك هنا اول ما الكوره تقطع من يحيى عطيه الله اول ما هيستلم عمر جابر الكوره فين ناصر منسي وفين ياسر ابراهيم او نمشي الحاله نشوف الصوره اللي بعدها على طول. هنا ناصر منسي فينا كريم قدام ياسر ابراهيم. اول ما عمر جابر نرجع لحظه اول ما عمر جابر بدا ياخد الكوره ناصر منسي بدا يتحرك في ظهر ياسر ابراهيم. ليه في ظهر ياسر ابراهيم؟ المنطقه العاميه للمدافع. تعال نشوف ليه اتحرك بالطريقه دي. هنا اول ما عمر جابر لعب الكوره هنا ناصر منسي بيشاور له بيقول له العبها لي على القريبه. بعد كده اول ما عمر هيجي يلعب الكوره هنا مين مش شايف ياسر ابراهيم مش شايف ناصر منسي هيقوم قاطع على طول على القريبه. فاول ما عمر جابر هيلعب الاوفر هنا بقى طبعا رد فعل المدافع كريم دايما هيبقى ابطا من رد فعل المهاجم لان المهاجم هو اللي بياخد القرار الاول. فانا لما اتحركت في ظهر ياسر ابراهيم انا سرقت ياسر ابراهيم. حتى الزاويه العكسيه كمان لما هتيجي تتفرج وتشوف ازاي ناصر منسي قدر ان هو يخدع بالفنت اللي عمله ان هو يخدع ياسر ابراهيم. هنا نفس الكلام. بص يا كريم الزاويه العكسيه اول ما الكوره هتتقطع على طول اول ما عمر جابر هياخد الكره هنا ناصر منسي واقف على نفس سابق ياسر ابراهيم. اول ما عمر جابر هياخد الكره بص نكمل الحاله بعدها هنا بدا ناصر منسي يجري في ظهر ياسر ابراهيم. هنا بقى لا الفريم اللي بعده هنا بقى بص بيشاور له بيقول له العبها لي على القريبه. فاول ما عمر جابر هيبدا يلعب القريبه هنا ياسر ابراهيم في الزاويه العاميه مش شايف مين وراه. فلما خد القرار ناصر منسي عقبال ما ياسر ابراهيم يبدا ياخد القرار كان الراجل التاني اسرع لان هو اللي مقرر وهو اللي واخد التحرك. فبصراحه يعني ناصر منسي عمل كوره كانت غريبه جدا. طب يلا